يا سلام، تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني واهل الحارة ما اهلي. لكم التحية اخواني الكرام، الليلة انا قصدت انه نطلع لكم اللايف بدري، ونتمنى الناس تعمل لنا شير ومشاركة وترسل اللايف في كل المجموعات، وترسل اللايف في الصفحات بتاعت الهوانات، ورسلوا اللايف في صفحات المدعمين والناس الخونة والمرتزقة. رسلوا لنا اللايف في كل المجموعات بتاعت الهوانات، القحاتة والسجمانين ورجال المقاومة ورجال الخدمات. رسولين لنا اللايف ده يصل لأي زول. الحمد لله رب العالمين، أنا سعيد كل السعادة بكم، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لكل شهدائنا الكرام الأبرار بإذن الله سبحانه وتعالى. كده خلوني ندخل اللايف ده برضو تيك توك بإذن الله سبحانه وتعالى. خفض اللي اسمه صديق، اللي اسمه الصوت بتاع الرسالة. الليلة طبعا الناس مبسوطين، والجيش أصبح مبسوط، والمعنويات أصبحت فوق. معنويات أخواننا في شندي، ومعنويات أخواننا في وادي سيدنا، ومعنويات المجاهدين في القطينة، وأخواننا هيئة العمليات في القطينة الليلة أصبحوا مبسوطين. أخواننا في الهجان أمريش أصبحوا مبسوطين الليلة. الحمد لله رب العالمين، في كثير من الرسائل، وفي كثير من النقاط، وفي كثير الليلة من الرسائل اتصل لهؤلاء المتمردين الخونة المجرمين. امبارح طبعا حاولنا انه طلعنا لايف، وطلعنا لايف قصير جدا، واتكلمنا عن الخونة اللي كانوا موجودين في بيت اخونا طه البشير في الصافية، وبعد تحركاتهم كلها كانت معانا، وتحركوا مشوا لمدرسة الهيثم الثانوية بنين، واتكلمنا عن وجودهم في مسجد الابرار. الحمد لله رب العالمين، الليلة الصباح الساعة 8 صباحا قوة من اخوانكم في القوات المسلحة تتكون من 6 تاشيرات مشوا الهوانات ديل في المسجد، ومشوا لهم في المدرسة بتاعة مدرسة الهيثم، والناس ديل مشوا العزبة، شردوا مشوا كافوري. وهؤلاء الهوانات انا داري ارسل لكم رسالة يا جنجويد يا مرتزقة، السحبتوا الليل عرباتكم الصباح، شلتوها عن طريق السحب لانه ما عندكم وقود عشان تتحرك بيه، سحبتوها من بيت طه البشير، وسحبتوها من بيت الفريق ابراهيم سفير البحرين. انا بقول لكم بعد ما سحبتوا عرباتكم دي وتحركتوا، الغفير دقيتوه ما عنده ذنب، الغفير دقيتوه قلت له انت قاعد تودي المعلومات لياسين، الزول ده ما عنده ذنب، ولا في حاجه بتخليكم تدقوا لكم زول هو غفير مسكين. الولد اللي اسمه اسماعيل التابع للجان المقاومة اللي لبستوه الكدمون، والليلة قمتوا دقيتوه وقلعتوا منه السلاح ما عنده ذنب. والشاب اللي اسمه صديق التابع للجان المخدمات، الكلام ده في الصافية مربع 8، الناس ديل دقيتوهم ما عندهم ذنب، الناس ديل ما قاعدين يجيبوا معلومات ولهم اصلا. انت عندك شنو هنا يا كلب يا حمار؟ اطلع اطلع روحك. الناس دي اخواننا ما عندهم ذنب، والله ما عندهم ذنب. اول حاجه الولد اللي اسمه اسماعيل وانتوا لبستوه كدمول، وهو تابع للجنه الخدمات بتاعين الصافيه ده. الزول ده دش نازل دش نجيب، الله يبارك في عديده، الله يبارك، جزاك الله خير يا ما قصرت يا بشير. ده طبعا ديل ما عندهم ذنب يا اخي، اسماعيل ده ما عنده ذنب، الزول دقيته الغفير ده ما عنده ذنب. الغفير دقيتوه في الصافيه مربع 8 امبارح بعد ما لاحقناكم بالتلفونات، ولاحقناهم باللايف، ولاحقناكم بالمعلومات. الناس ديل ما عندهم ذنب، هم طبعا امبارح بعد ما طلعوا مشوا مدرسه الهيثم دي، وتاني لحقناهم باللايف الثاني، طلعوا من مدرسه الهيثم ومشوا قعدوا في بيوت بعض الناس، اللي هو واحد اسمه شمس الدين الملا، وقعدوا في بيت الثاني اللي اسمه سعد ابو القاسم اللي هو المؤذن ده. مشوا دقوا الغفير، في واحد غفير هناك محرسين البيوت، وبعد ما طلعوا من البيوت دي خلوا البيوت فاتحه، خلوها فاتحه، سرقوا كل الحاجات والممتلكات داخل البيوت، وشالوا بوججهم، وشالوا عرباتهم الليله الصباح، سحبوها بدري قبل العربات بتاعت الجيش ما تجيهم، وقبل الستة تاشيرات جات جاوطتهم في المناطق ديك، هم سحبوا عرباتهم دي ومشوا بها تجاه العزبة.
مشوا اتجاه العزبة ومشوا كافوري، يعني جزء منها مشوا اتجاه كافوري، برضو متابعين، انا بقول لكم برضو متابعين. لكن الرسالة الدار الرسالة لكم يا جنجويد يا هوانات، الاولاد دقيتهم ديل وقلعتوا منهم السلاح وقلعتوا منهم الكدمول ديل اللي هم ديل المدعمين الخونة اللي كانوا تابعين ليكم، الحرامية اللي كانوا تابعين ديل، اصلا هم تجار بتاع المخدرات. الواد اسمه اسماعيل دقيتوه ده وقلعتوا منه السلاح، والواد اسمه صديق دقيتوه وقلعتوا منه السلاح، وهم تجار مخدرات اصله في المنطقة دي، والليلة ظهرت عليهم اثار النعمة سرقوها من الناس والمواطنين، وقاعدين يوريكم بيوروكم انه عربات الناس الفي اكس ار موجودة وين، والعربية الدبو كاب موجودة وين، والمواطن الفلاني في البيت الفلاني فاضي امشوا اسرقوا بيته. الكلام ده الليلة طبعا ده جزاهم، وانا الكلام ده بعد رسلته رسائل، بعد رسلته رسائل دجز الناس اللي قاعدين يتعاملوا مع الجنجويد، وجز الناس اي زول خائن لبلده واي زول خائن لوطنه جزاه في النهاية بدقوق زي ده، في النهاية بردموك ردم العيش يا هوان. الولد اسمك اسماعيل واسمك الصديق، وقاعدين مع الجنجويد ديل وقاعدين ترسلوهم لأهلكم وترسلوهم للمناطق فيها العربات بتاعت الفي اكس ار عشان يسرقوا العربات اللي ما بتشبههم اصلا ولا بتشبه الجنجويد. الليله جزاكم يا هالدقه الليله اللي اخذتوها مع الصباح دي، والدقه بتاعت الغفير المسكين ده حقه تمشوا تعتذروا له يا جنجويد يا هوانات. الغفير ده ما عنده ذنب وما قاعد يتعامل يتراسل معانا، ولا قاعد ولا عارفين تلفونه، ولا انا بعرف اسمه اصلا، ولا الواد اسماعيل ولا اسمه صديق معاكم لابسين الكدمول دقيتوهم ديل الجنجويد التابعين لكم اصلا هم ما جنجويد، وتابعين للجان الخدمات بتاعت صالحه بتاعت الصافيه مربع 8 ديل، اصلا ما عندهم علاقه بتلفونات، ولا انا بشغل الهوانات مصادر، ولا قاعدين نعمل مصادر من قوى الحريه التغيير، ولا مصادرنا بتكون من لجان الخدمات التابعين لقوى الحريه التغيير الداعمينكم. عشان كده الليله دقتكم لون دي هي ذاتها انا بالنسبه لي كويسه معاهم، كويسه معاهم، لانه اي جنجويداوي اي واحد من القحاته ومن لجان الخدمات وقاعد يتعامل مع هؤلاء المتمردين في النهايه بيقولوا لك انت خاين، وفي النهايه بيقولوا لك انت زول عميل، وفي النهايه بيقولوا لك انت زول قاعد ترسل رسائلنا للجيش السوداني ولابواق الجيش السوداني. عشان كده عادي جدا بتنبلك وبتمحلك، وبركه ما قتلوكم، صديق الدقه بركه نفعتك، والزول اللي اسمك اسماعيل بركه الدقه نفعتك، وبركه يقلعوا منك الكدمون، ونتمنى انه يقلعوا عرباتهم منكم، ويتمنى انه يشفشفوكم ما يخلوا عندكم اي حاجه، لانكم هوانات. والكلام ده نحن قلناه لاولاد بلدنا واولاد الخرطوم الساكنين هناك، ما تتعامل مع الجنجويد، حاول انه بلغ ان احنا اقسم بالله والله والله الكريم والله العظيم وجلاله الكريم ورب الكعبه وعلي الطلاق، لا اسماعيل قاعد يديني معلومه، ولا الصديق دقيتوه قاعد يديني معلومه، ولا الغفير اللي ما عنده ذنب المسكين دقيتوه قاعد يديني معلومه، ولا عارف عنهم حاجه. انتوا دقيتوا لكم ناس ابرياء وقلعتوا منهم السلاح، هم اصلا تابعين لكم باعتبار انهم هوانات، والكلام ده انا قلته لكم. عشان كده يا اخواننا الان هم اتحركوا طبعا تجاه العزبه، وحنوضح محلكم بالضبط في العزبه وديتوا العربات وين برضو حنوضح للناس، ومحلكم الان في كافوري موجودين وين برضو حنوضح للناس. والليله عندهم اربعه من هؤلاء الهوانات قيادات كبار سلموا نفسهم الحمد لله رب العالمين، وده الدايرين منهم نحن. الليله سلموا نفسهم لسلاح الاسلحه في الكدرو، سلموا نفسهم اربعه قيادات من الهوانات، ودي كانوا موجودين في البيوت دي ذاتها معاهم، وفي واحد غايد كبير نوريه للناس وللشعب السوداني انه جزاه الله خير مشى سلم نفسه برضه لاخواننا في القوات المسلحه. والليله في العيلفون الحمد لله رب العالمين شقالين فيهم مطاردات وشقالين قبط في الهوانات اللي قاعدين يتعاملوا معاهم، وتم مبلغهم الحمد لله رب العالمين ومشوا خارج العيلفون، والان قاعدين يطاردوا فيهم باتجاه القطاطي، الان قاعدين يطاردوا فيهم. عشان كده انا بقول لكم يا هوانات زي ما قال اخونا ياسر العطا، الايام الجايه ايام جغن وايام قبض وايام بتاعت بل حقيقي، وتاني ما في طريقه تشردوا حتى اتجاه القطينه، الناس هناك جاهزين لكم. الليله القطينه كلها مسيرات، والليله القطينه كلها طيران حربي، والليله القطينه كلها ساخوي وميج قاعد يلف حول القطينه وحول جبل اولياء. يعني انتوا الان بقيتوا محاصرين جوا وبرا وبحرا، بقيتوا محاصرين من كل شارع،
بقيتوا محاصرين بالمعلومات الدقيقة من الناس الخونة في نصكم ذاتكم. وأنا بقول لكم المعلومات اللي قاعدة تجينا ما قاعدة تجينا من لجان الخدمات، ولا قاعدة تجينا من قول حرية التغيير معاكم، ولا قاعدة تجينا من الهوانات الجو تبعوا لكم. أن إحنا المعلومات بتجينا منكم أنتوا ذاتكم كجنجويد، بتجينا من ناسكم ذاتهم اللي قاعدين تثقوا فيهم، وقياداتكم اللي قاعدين تثقوا فيهم الآن قدامكم ديل إحنا قاعدين نسوي منهم المعلومة ومنطلعها منهم، وعارفين نجيب المعلومة كيف. عشان كده يا إخواننا يا جنجويد يا هوانات الموجودين داخل الخرطوم سلموا نفسكم. وكلام البرهان امبارح واضح جدا. البرهان طبعا ما الزول اللي بيرشوه، ولا الزول اللي بيغروه، ولا الزول اللي بيجوا بيخوفوه بالكلام. واحد من الهوانات رسلوه له وقالوا لا احنا بنضمن لك خروجك من القياده العامه، والحمد لله رب العالمين فضحوا قدام الناس. وقال الزول ده ليوم القيامه تاني ما يقدر يفتح خشمه. والكلام ده هم كانوا دارين يعملوه زي ما عملوا للغزافي، وزي ما عملوه لعلي زين العابدين بتاع تونس، وزي ما عملوه للزول اللي اسمه علي عبد الله صالح، كانوا اقروهم. ده شغل بتاع مافيا، انه نضمن لك خروجك لدوله امنه، ونضمن لك خروجك لمناطق امنه بمبلغ من المال يدو مليارات عشان يخلوه انه يتخارج فقط، وينسى حاجه يسمى السودان، ينسى حاجه يسمى بلده، يا اما مقابل الموت يا يقتلوك. الحمد لله رب العالمين مخابراتنا بقت عندها وطنيه، ومخابراتنا عندها قضيه، وعندها الشعب السوداني يعلى ولا يعلى عليه، وعندهم الوطن ده حبه اهم من المال، واهم من الاغراءات، واهم من قله الادب. الحمد لله رب العالمين وصلوا المعلومه للبرهان، وصلوا المعلومه لشمس الدين الكباشي، وقالوا لشمس الدين الكباشي الناس دي وصلونا مرحله قالوا انت يقتلوك بتسمم، وقالوا يقتلوا اخونا ياسر العطا، يقتلوه بطلقه في اي موقع من المواقع، وكلموا ياسر العطا نفسه، وكلموا البرهان نفسه، وشالوا المال. شالوا المال بعد ما شالوا القروش من الهوانات، شالوا منهم القروش. الحمد لله رب العالمين بلغوا اخواننا ديل، قال لهم الناس دي قالوا اقتلوكم من الدائره الضيقه بتاعتكم، لكن الحمد لله رب العالمين لقوا المخابرات صاحيه، ولقوا اخواننا في القوات المسلحه صاحيين، ولقوا الاستخبارات صاحيه، ولقوا الشعب السوداني صاحي، ولقوا الناس حبه للوطن زايد، وحبه لابناء الوطن زايد. الكلام ده كله ممكن يتم في اي دوله من الدول، لكن ما بيتم في القوات المسلحه، ولا بتم على مستوى المخابرات السودانيه، ولا بتم عن الشعب السوداني. السوداني ما بيقتل اخوه، والسوداني ما بخون اخوه، والمخابرات ما بتخون قياداته، ولا بخون البرهان، ولا بخون البشير، ولا بخون شمس الدين الكباشي. الحمد لله رب العالمين اخذوا لهم لبده، اخونا شمس الدين الكباشي اخذ له لبده، واخونا ياسر العطا اخذ له لبده، والهوانات افتكروا نفسهم انه ديل بلغوا الطعم، وافتكروا نفسهم انه خلاص ديل مشوا لله، وافتكروا نفسهم بيقتلون زي ما قتلوا جمال عمر في جوبا، وافتكروا نفسهم انه حيصفوهم تصفيه. الحمد لله رب العالمين فضحوهم، وفضحنا الدول اللي عندنا على ملفات، الان ماسكين ملفاتهم في يدنا، اقسم بالله نطلعها تحت اي لحظه، وبنطلعها لكم في الاعلام، ومطلعها للناس انه الدويله الفلانيه دفعت القروش الفلانيه للمخابرات الفلانيه عشان يصفوا فلان وعلان، لكن الحمد لله رب العالمين بدت فضايحهم تسهر في العلن، وبدت الان الشعب السوداني عرف ذلك، والمخابرات عرفت ذلك، والقوات المسلحه عرفت ذلك. عندنا اليوم حلين زي ما قال اخونا البرهان، حلين فقط ما في ثالث. الحل الوحيد بل الهوانات، الحل الوحيد نحن مندافع عن نفسنا، ومندافع عن حرائر الشعب السوداني، ومندافع عن بيوت الشعب السوداني، وعن ارض الشعب السوداني. عشان كده ما في اي تهاون لا من الايجاد، ولا من اي دوله الان دارت تعمل اي اغراءات ولا قله ادب على الجيش السوداني. نحن بنقول لهم حلكم واحد بس، الهوانات يسلموا اسلحتهم يتخارجوا. والله يا بليد يا هوان يا مرتزق يا جنجويد الموجود في الخرطوم ده، امشي سلم نفسك لاقرب ارتكاز. امبارح انا امبارح ناديتكم في اللايف وقلت لكم امشوا سلموا نفسكم، وانتم الان بقيتوا مراقبين مراقبه دقيقه، وبقيتوا الان متابعين متابعه قويه في اي موقع، وفي اي حاره، وفي اي بيت، وفي اي زقاق، وفي اي شبر، اقرب محل امشي سلم نفسك. الليله الناس سلموا نفسهم لسلاح الاسلحه جزاهم الله خير، ونحن بنقول لاخواننا في سلاح الاسلحه، واخواننا في الاستخبارات، اي واحد من الجنجويد الهوانات جسلم نفسه واعلن انه خلاص عدم انضمامه للجنجويد، وانه ثاني ما حيدعمهم باي معلومه، ولا يدعمهم باي حاجه، وحيبقى مواطن صالح،
احتفظوا به لحد تنتهي الحرب ولحد ينتهي فتح هؤلاء الخونة، وحاولوا ان يدرسوه داخل السجون، درسوه عن القيم، درسوه عن الدين. الا المرتزقة، قبضوا اي مرتزق من اي دولة اخرى، من ليبيا، من تشاد، من اي دولة قبضوه بقاتل في الشعب السوداني، ده جزاه الدروة، ده غير الدرية والتصفية، ما عندكم له اي حاجة، لانه حاجة بتجيبه من بلده عشان يقاتل في الشعب السوداني ما في. اي واحد قبطوه من ابناء الشعب السوداني اذا كانوا المدعمين مساكيكا ولا زول الاسم قجة ولا اي هوام من اولادنا نحن كسودانيين موجودين، ده جزاه طوالي انه يمشي يقعد في السجن المؤبد ويدرسوه معنى الوطنية ومعنى القيم ويقلوا عضافرينه وينجلد زيه زي اي كلب، وفي النهاية لانه زول مرتزق وزول عميل. الليلة الجنجويد تم بلهم مبارح، وتم بلهم في اللايف مبارح، وتم بلهم رسلناهم في رسائل قوية جدا، كانوا ساكنين في الصافية مربع 8، كانوا موجودين في المسجد بتاع أبو بكر ديل الليلة من الصباح. طبعا مبارح ما ناموا، مبارح ما ناموا، فيهم أربعة مشوا سلموا نفسهم، ما ناموا للصباح، كانوا لافين للصباح، مشوا العزبة، واحدين منهم مشوا كافوري، دخلوا جوا كافوري، خافوا بعد الصباح، اصبحت الصباح جروا العربات جر، لانه انا كلمتهم قلت لهم انتم ذخيرتكم منتهيه، وقلت لهم انه وقود ما عندكم، والعربات القاعده في بيت طه البشير دي ما قادرين تحركوها لانها ما فيها اصلا وقود ولا قادرين تحركوها. الليله قاموا جروها جر من الصباح، مشوا جروها سحبوها سحب، وقاموا دقوا نفرين من ابناء المقاومه اللي هم التابعين لجان الخدمات، لموا فيهم جلدوهم، جلدوهم بالسيطان، جلدوهم لما الاولاد ديل دارين يموتوا، جلدوهم جلد ما عادي، وقلعوا منهم الكدمون، وقلعوا منهم الاسلحه، وقالوا لهم انتم قاعدين تمدوا ياسين بالمعلومات، والله ما قاعدين يمدوني بالمعلومات، لا اسماعيل ولا الصديق، واحد اسمه الصديق واحد اسمه اسماعيل، ولابسين كدمون، والله ما قاعدين يمدوني بالمعلومات، ولا الغفير اللي دقيتوه ده، الغفير اللي قاعد في البيوت حارس البيوت ده، والله العظيم ما قاعد يمدني بالمعلومات، لكن انا رسالتي برسله ذاته تليفون ما عنده. الغفير ده انا بقول له لو الرساله دي وصلتك من اقرب صديق ليك وحتصلك، والله ده حيصلك. الغفير المسكين ده قفل بيوت الناس، قفل ما تخليه فاتحات، هم خلاص طلعوا منين، وتاني ما حيرجعوا الصافيه مربع 8، وتاني ما حيرجعوا المسجد بتاع الابرار ما حيقعدوا فيه. الناس ديل الان المحل ده بيقالوهم فزاعه، لانه الليله الجيش كابسهم الساعه 8 صباحا. ما كذاب قول لي كذاب، اصله انت جنجوي ده انا كذاب قول لي كذاب. سته تاشيرات جات دخلت الليل المسجد بتاع الابرار وكاوشوكم، ما لقوا اي حاجه، لقوكم مركتوا انسحبتوا، انسحبتوا ومشيتوا سلمتوا نفسكم، فهم اربعه سلموا نفسهم قيادات. الرايد خلا، الرساله دي خلاها تصلك، الرايد خلا، كنت قاعد انت في المسجد معاك اسرتك وطلعت من المسجد متاخر بعد ما كلموك الهوانات وقال لك امرك انت متابع، امشي سلم نفسك، انت لسه ما سلمت نفسك لكن سلم نفسك، الناس سلموا نفسهم ديل انت ما احسن منهم، امشي سلم نفسك، سلم نفسك لاكبر اقرب ارتكاز بتاع جيش، لانه بعد ده البلد زرقنت، وبعد ده ثاني ما في قوه ليكم عشان تقدروا يعني تمدكم تقدروا تتحركوا بها، ولا عندكم اسلحه تقدروا تتحركوا بها، ولا عندكم ذخيره تقدروا تتحركوا بها، البلد دي زرقنت عليكم. عشان كده انا بقول لك من محلك ده يا رايد خلق، انا ما داير اذكر اسمك، لكن امشي سلم نفسك لسلاح الاسلحه، او سلم نفسك لاقرب مرتكز بتاع جيش، امشي سلم نفسك له هناك. واي جنجويد موجود الان في العزبه امشي سلم نفسك قبل ما نذكر البيوت اللي قاعدين فيها انتوا، وقبل ما نذكر المدرسه الساكنين فيها انتوا، وقبل ما نذكر المواقع الان اللي انتوا موجودين فيها. الكلام ده انا بقوله لكم لانه انا عارفكم انتوا الان بالضبط وين، عارف محلكم الان، القاعدين في كافوري عارف محلكم، والقاعدين في العزبه عارف محلكم. عشان انا قبل ما نذكر البيوت اللي انتوا فيها المره دي ثاني ما بذكر لكم بيت، ولا بذكر لكم زقاق انتوا موجودين فيه، ولا بنذكر مدرسه انتوا قاعدين فيها. المره دي برسل لكم يا جماعه ناس، ولا الناس الجماعه ناس الليل، ناس الليل ديل ثاني مرسل لكم طقيق، والله اقسم بالله الليله ما تسلم نفسك يا جنجوي داوي. الناس سحبتوا العربات من مربع 8 الصافيه، وسحبتوا العربات من بيت طه البشير، انا الليله برسل لكم القوة العمل الخاص دقيق، يا امشي سلم نفسك الليله، ان احنا بنستحسن فيكم ومنقدم لكم يد العون ومنقدم لكم يدنا بيضاء ومنقدم لكم السلام والمحبه، يا اخي امشي سلم نفسك لاقرب ارتكاز بتاع جيش. ما سلمت نفسك لا عذر لمن انذر يا جنجويت يا هوانات، ولا عذر لانذر اي واحد من الناس اللي قاعدين يتعاملوا مع الجنجويت. الليله انتوا يا اسماعيل وصديق اتم جلدكم ديل، الليله الجنجوي طبعا جلدوهم وقلعوا منهم السلاح وقلعوا منهم الكدمول.
يا اسمه منو يا جنجويد، انت عندك شنو هنا؟ عندك شنو؟ عندك شنو؟ شوف شغلتك يا حيوان. القلع منكم الكدمول ودقوكم ديل، انتم من محلكم ده اعلن توبتكم، وامشوا سلموا نفسكم برضو للقوات المسلحه، وقول لهم ان احنا كنا متعاونين، واخونا النائب العام فتح بلاغ في اي زول متعاون انه يسلم نفسه لاقرب نقطه بتاع الجيش او بتاع الشرطه. امشوا سلموا نفسكم برضو عشان الجنجويد ديل ما يستهدفوكم، لانه الجنجويد ديل استهدفوكم باعتبار انه انتوا قاعدين تمدونا بالمعلومات، وانتوا ما قاعدين تمدوني بمعلومات، لا صديق ولا اسماعيل، دي شهاده لله، شهاده لله. ولا الغفير تم جلده، الغفير الليله جلدته الصباح ده والله العظيم ما قاعد يمدني بمعلومات ولا بعرفه اصلا، لكن انا رسالت له وبقول له قفل بيوت الناس، قفل بيوت الناس، وانت زول مسكين وذات تترزق الله، وانت ما عندك علاقه بالجنجويد اصلا ولا عندك علاقه بالهوانات ديل، انت زول ذات تترزق الله وحارس بيوت ناس بيدوك على مرتبات، البيوت دي قفيله ليهم بس، هي اتسرقت ما تخلوا فيها حاجه، هؤلاء الهوانات المرتزقه ما خلوا فيها حاجه، لكن حاول انه قفيله ليهم، قفل الحيشان برا وقفل البيوت من جوا، امشي قفلهم الليل العصر ده يجيني خبر انه انت قفلتهم. عشان كده يا اخواننا انتم متابعين متابعه دقيقه، بس سلم نفسك لاقرب نقطه، وانا بشيد اشاده كبيره جدا بعدد كبير جدا من الجنجويد اللي كانوا في طيبه سلموا نفسهم للجيش، ولجنجويد عدد كبير جدا منهم من جبل اولياء رموا الاسلحه وتخارجوا مشوا من الخرطوم. الخرطوم دي بدات تنضف الان، الان احنا شغالين في الجيوب بتاعت الحراميه، وشغالين الان قبض في الجيوب بتاعت الناس اللي اصلا هم بيساعدوا الجنجويد، والقبائل اللي قاعده تدعم الجنجويد برضو نحن عارفينهم بياتوا بيت بخشم البيوت عارفينهم، والناس اللي قاعدين يتعاملوا معاهم في شرق العلفون عارفينهم، وقاعدين يتعاملوا مع الجنجويد في شرق النيل عارفينهم. عشان كده يا اخواننا المساله دي يعني لا ترضي الله ولا ترضي الرسول ولا ترضي الشعب السوداني، امشوا سلموا نفسكم واعلنوا توبتكم وخليكم وطنيين على الاقل، والبلد دي عشان تستقر لقدام وعشان الناس ينعموا بالامن والرخاء والاستقرار والرفاهيه، البلد دي فيها جيش قوي ما بتداوس، وفيها مخابرات قويه ما بتتداوس، وفيها شعب سوداني واقف مع اخوانه وواقف مع جيشه ما بتداوس. عشان كده يا اخواننا المساله دي انا بقول لكم بكل صدق وبكل اخلاص وبكل صدق نوايا وبكل وطنيه، سلم نفسك لاقرب مرتكز بتاع جيش، باقرب مرتكز بتاع جيش. عشان كده نحن كل تفاصيل البلد الحمد لله رب العالمين الان في يدنا، ومخابراتنا قويه جدا ومعلوماتنا قويه جدا ومعلومات مركزه، والكلام ده ما يقدر ينفوه، ولا يقدر الجنجويد اللي كانوا موجودين على مستوى البيوت دي ينفوه، ولا يقدر الجنجويد الليله اتجلدوا دقوا اخونا اسماعيل والولد اللي اسمه صديق التابعين للجان الخدمات بتاعنا المقاومه يقدروا ينفوه، ولا ضربهم الليله للزول اللي اسمه الغفير اللي كان قاعد هناك الحارس المنطقه دي ينفوه، دقوه الليله دق العيش جلدوه اخذ له جلده مانعه من الجنجويد بركه ما قتلوه. لكن انا رسالتي للجنجويد اللي قاعدين يتابعوني في الصفحه وهون عارفين الكلام ده فعلا صحيح، تاني الزول ده اخواننا ما تتعرضوا له، ده غفير مسكين ما عنده ذنب، ده غفير ما عنده ذنب، ما قاعد يراسلنا باي معلومه. عشان كده انا افتكر ان المساله دي الان الحمد لله رب العالمين بدات واضحه للناس، واخواننا في القوات المسلحه الان كشروا انيابهم، وتاني اي مرتكز بتاع دعم سريع هيتم ابادته تماما، اي وجود لجنجويد في اي بيت هيتم اجتياحهم في 5 دقائق. يعني نحن امبارح بعد رسلنا الرساله للجيش، الجيش ده الليله اصبحت من الصباح الساعه 8 كاوش المسجد بتاع الابرار، الساعه 8 دخلوا المسجد ودخلوا 6 تاتشيرات، قول لي كذاب، 6 تاتشيرات بتاع الجيش دخلوا المسجد بتاع الابرار ما لقوا فيه جنجويد، مشوا في الصافيه دخلوا المدرسه بتاعت الهيثم الثانويه ما لقوا جنجويد. وانا قبيل بس لو كنت داير اديهم المعلومه كان الجيش ده بقول لهم الجماعه دي الان مشوا كافوري ومشوا العزبه وفي البيت الفلاني في العزبه وفي البيت الفلاني في كافوري، لكن انا بقول لكم انتوا لو ما سلمتوا نفسكم يا جنجويد الليله باقي اليوم ده الموجودين في كافوري في العزبه ديل بالتحديد، لو ما سلمتوا نفسكم بالليل ده، بالليل ده انا حارسل لكم ناس قوات العمل الخاص ناس الليل، وحارسل لكم ناس الجغم وبصبحوكم وطن نظيفه، حتصبح تلقى نفسك انت ما في، حتلقى نفسك انت في الاخره، الكلام ده اقوله لك بكل صدق. عشان كده محلك ده سلم نفسك لاقرب مرتكز. اخواني الكرام انا سعيد بيكم وما دارت اليكم اللايف، لانه الليل يمكن يكون على سفر باذن الله سبحانه وتعالى، قصدت انه نطلع اللايف بدري شويه، لكن كثير من المعلومات باذن الله سبحانه وتعالى حتجمع
وبإذن الله سبحانه وتعالى كثير من البشريات والإشراقات الليلة والانتصارات حجينا من أخواننا في القوات المسلحة، وتم الليلة بلهم على مستوى اسمه على مستوى بارة، ماتوا عدد من الفطس هناك في بارة، الحمد لله رب العالمين تم جغمهم من ناس الهجان مريش. وأنا بقول للناس الموجودين في مروابة في الحي بتاع مروابة اللي هم أولاد الحلة العاملين فيها مدعمين وقاعدين يرهبوا الناس بالمواتر، أنا بقول لهم ما الناس غالبا يرسلوا لكم قوة من تندلتي وتصلكم هناك ويقبضوكم قبل الجراد، عشان كده أحسن تتعاملوا مع أهلكم وخليكم طبيعيين وعيشوا عيشة أشراف وعيشوا عيشة ناس نزهين وعيشوا عيشة بتاعت ناس أولاد ناس. الشغلة اللي بتعملوا فيها في مروابة دي ما طرد الناس، ونحن عارفينكم والله بالبيت، والقاعدين تتعاملوا مع الجنجويد ويقبل لكم مواتر وقاعدين تسرقوا الناس، المسألة دي كلها محصورة ومعروفة للناس. أنا أفتكر إنه المسألة حقه تمشي لقدام في إطار التنوير وفي إطار التبشير وفي إطار إنه بإذن الله سبحانه وتعالى الانتصارات اللي بدأت تحقق على أرض الواقع في الخرطوم وفي مدرمان وعلى مستوى شندي وعلى مستوى الأبيض، والمسألة دي بقت ماشية منحسرة جدا، والجنجويد دي بدوا ينتهوا الحمد لله رب العالمين، والحرب دي إن شاء الله ما حتستمر تاني أكثر من أسبوعين أو ثلاثة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا وعد غير مكذوب من أخواننا في قيادات العمل الميداني، أخونا شمس الدين الكباشي وأخونا ياسر العطا والأخ الكريم البرهان، ديل قيادات الدولة وديل الناس المسؤولين مباشر من العمل الميداني على مستوى الخرطوم على مستوى مدرمان، وبدأت المسألة دي تنضف، والمسيرات الآن شقالة في القطينة شقالة بتبحث عن الهوانات، والميجو الساخوية الآن شقال بيبحث عن الهوانات، وأنا بقول لهم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ما في لكم حلل وما في لكم طريق غير إنه تسلموا نفسكم لأقرب ارتكاز بتاع جيش. لكم التحية أخواني الكرام، مدى رطيل عليكم، تقبلوا تحياتي دوما ياسين البشير، ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في لايف يوم قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وحيانا الله من الموت، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، تقبلوا تحياتي دوما ياسين البشير، ونلتقي إن شاء الله.